السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أم عمر للمبتدئات، مرحبا بكم. أتمنى إن شاء الله تكونوا بكامل الصحة والعافية وأنتم تشاهدوا فيديو اليوم. اليوم ما بغيت نشارك معكم واحد الخبز تنحضرو بطريقتي، تيجي خفيف زوين وتيجي بحل الخبز ديال المخابز. نتمنى إن شاء الله تبقوا معايا لآخر الفيديو وتعجبكم الطريقة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الإعجاب وتخليوا لي رأيكم في التعاليق. وبالنسبة للناس اللي عاد غيشوفوا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، نتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم محتوى القناة، وما تنسونيش فضلا منكم بالاشتراك. وندوزو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كيف ما تشوفوا معايا عندي دقيق ابيض، هنا عندي دقيق القمح، عندي واحد الكاسين ديال المدافي، عندي كاس حليب مدافي، عندي واحد نصف كاس او اقل زيت الزيتون، ملعقه كبيره سكر سنيده، ملعقه كبيره خميره، الملح، عندي جنجلان باش غادي نزين الخبز ديالي وغادي ندهن ليه الوجه ديالو بالحليب. هنا تشوفوا معايا خديت واحد الاناء فاش غادي نعجن. اول حاجه نزلت الخميره الفوريه تقريبا واحد المعلقه ومعلقه ديال السكر سنيده، وهنا غادي نضيف الكاس الاول ديال المدافي والكاس الثاني كيف ما تشوفوا معايا. بالنسبه للخميره اذا كان الجو بارد نزيدوا شويه الخميره، كان الجو دافي بالطبع راه الخميره غتكون قليله. هنا نخلط مزيان، واول حاجه هي الدقيق القمح هو اللي غادي ندير الاول. هنا عندي دقيق القمح الطبيعي، انا مغربلته في الغربال، ونزلت هنايا كيف ما تشوفوا الدقيق وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نخلي هذا الخليط ديال الخميره وسكر مع الماء ودقيق القمح غادي نخليهم يرتاحوا لمده ديال واحد تقريبا 10 الى 15 دقيقه حتى تتفاعل لي الخميره مع دقيق القمح، ونرجع باش نكمل باقي المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا رجعت معكم، غادي نضيف داك زيت الزيتون اللي ذكرت من قبل، ونضيف كاس ديال الحليب دافي كيف ما شفتوا معايا، ونضيف الملح. الملح ما كنديروهاش في الاول، كيف ما كتعرفوا الملح ما كتخليش الخميره تخدم، كيف ما نقولوا كتضيع لها المفعول ديالها. من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض كيف ما تشوفوا. انا هذا العجين خضى ليا زوج ديال الزلافات، انا منزله دابا حدايا زلافه وكنعجن، ومن بعد غادي نزيد مازال الدقيق الابيض. غادي نبدا نعجن باليد ديالي كيف ما تشوفوا على هذه الطريقه، ونبقى ان نزيد في الدقيق الابيض مع التحريك حتى نكمل العجين، حتى نحصل على واحد العجينه متماسكه، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش تاني ثقيله، لان السر في هذا الخبز كيبغي العجينه تكون خفيفه شويه. نخلط كيف ما تشوفوا معايا مزيان، ونغطي. من بعد غادي نغطي العجين ديالي بواحد البلاستيك غذائي وندفيه بواحد المنديل، ونخليه حتى تخمر ليا العجينه مزيان ويتضاعف الحجم ديالها. ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نحضروا الخبيزات او نقرصوهم. Thank you.
كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما خمرات العجينه وتضاعف الحجم ديالها، راكم تشوفوا معايا كيف الشكل ديالها كيف عامله، راها خفيفه. غادي نحيد عليها هذاك الغطاء وغادي نرجع باش نكون منها واحد الكويرات متساويه الحجم. يبقى الحجم ديال الخبيزات من اختياركم، يمكن لكم ديروهم صغار كيف يمكن لكم ديروهم كبار. بالنسبه لي انا هذا العجين خرج ليا 8 القطع ديال العجينه، حضرت منهم 8 الخبيزات متوسطين الحجم. غادي نستعين بشويه الزيت باش ما تلصقش ليا العجينه على اليدين ديالي وعلى طاوله العمل، وغادي نبدا نقسم العجينه ونكون كويرات تكون متساويه ومتقاده. ومن بعد غادي ناخذ واحد اللاطه اللي تدخل الفرن، غادي نفرش ليها الورق، ورق الطبخ. واذا ما كانش معايا طبق هذا ورق الطبخ، ندهن اللاطه بشويه الزيت، ننزل هذوك الكويرات متباعدين لان مازال غادي يخمروا وغادي يتضاعف الحجم ديالهم. غادي ناخذ اللاطه وغادي ننزلهم ونقرصهم غير شويه، ما نقرصهمش بزاف، ما غاديش نضغط عليهم بزاف. ومن بعد غادي ندهن الوجه ديال الخبز بالحليب ونرش بالقليل من الجنجلان، وندير في واحد العلامات في الخبز بالسكين، غادي ندير واحد علامه زائد ونخلي الخبيزات يخمروا حتى وكان يطلعوا شويه. ومن بعد غادي ندخلهم الفرن مسخن على درجه حراره متوسطه، ونخلي الخبز ديالي يطيب وياخذ لون ذهبي. ومن بعد نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديال الخبيزات اللي حضرت معكم اليوم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا حصلت على هذا الشكل اللي كتشوفوا، خبز خفيف كيف ما تشوفوا رطب وكيجي زوين، وحتى المذاق ديالو تيجي لذيذ. حتى لهنا نقول لكم شكرا على المشاهده، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا كتشجعوني، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، مع السلامة.